مرحبا بالجميع وأهلا وسهلا بكم في قناتي الجديدة والمسمات الياس عنتر والحياة. طبعا راح أحكي عامي وبالعربي الفصيح كمان، يعني راح نخلط، وبدي أقرأ من الكمبيوتر أفضل لأنه حطينا بعض الأمور عشان تطلع ورا بعض. لما أعمل هالفيديو فأنا أوثق بصدق لنفسي ولأولادي وأحفادي حياة رجل متواضع مر بهذه الحياة وكيف جاهد ليترك بصمة خاصة به وتمثله. طبعا راح أحاول كمان أبث من خلال قناتي هذه روح الإنسانية والتحفيز في كل من يشاهد هذه القناة وخصوصا الشباب، وبأنه لا شيء مستحيل على الإنسان عندما يؤمن بنفسه ويضع هدفا محددا أمام عينيه ويسير باتجاه ذلك الهدف متحديا جميع الصعاب التي سوف تواجهه. سوف أتحدث لكم عن روح الاختراعات التي ولدت معي ثم طورتها، وهل اخترعت أشياء مهمة؟ سوف أحدثكم عن روح الكتابة، كتابة القصص، الأشعار، الروايات التي كتبتها ولا زلت أكتب فيها منذ سنوات، وكيف فزت بجوائز قيمة في مجالات عديدة كالكتابة، الإلكترون، برمجة الكمبيوتر، الرسم، التصوير إلى آخره، ولماذا اختارني بلدي الحبيب سوريا لأمثله في الملتقى العلمي العالمي الأول بتونس وبجواز سفر دبلوماسي. ما حدث معي لغاية اليوم لا أعتقد بأنه حدث مع أكثر من بضع أشخاص في هذا العالم كله. ربما تقولون بأني أبالغ، لا أبالغ، وإن تابعتم الحلقات فسوف تصلون إلى قناعة بأنه فعلا ما حصل معي لم يحصل إلا مع القلة القليلة من سكان هذا العالم. أتمنى تكون سيرتي الذاتية مشوقة لكم. الحياة كتير حلوة ولازم نعيشها، رغم ما حصل معي من أوجاع كبيرة كموت ابني البكر فجأة وموت أبوي بعمر صغير كمان فجأة، بس لازم نعيش. كمان راح أجاوب بشكل علمي طبعا، وهذا رأي شخصي، في نهاية الحلقات عن بعض الأسئلة اللي جتني من الأصدقاء، مثل هل تؤمن بوجود خالق للإنسان؟ لماذا خلقنا؟ لماذا لون الدم أحمر؟ إلى آخره من هالأسئلة. وحتى ما نطول عليكم نقول شكرا لكم، واستنونا بالحلقة الأولى بعد أيام، وتقدروا إذا تحبوا طبعا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى تصلكم إشعارات بالحلقات الجديدة.